مساء الخير، رأيك بصوتك زي ما عودناكم كل يوم هنناقش موضوع بيهمنا أو بيمس حياتنا اليومية. موضوع النهاردة في غاية الأهمية الحقيقة، لأنه بيمس كل شيء، يعني كل المواضيع اللي قلناها في الحلقات اللي قبل كده هو بيختصرها موضوع النهاردة. موضوع النهاردة بارقة أمل جديدة نتجت عن قرار جمهوري بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر. هذا المجلس يتبع رئيس الجمهورية، والمسمى بتاعه المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر. يا ترى هل مصر هتستفيد من علمائها علشان تخرج تدريجيا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتردي والغير مقبول والناتج عن سوء إدارة أو فساد أو كلاهما، ولا تلك القامات هتسري العالم بعلمها وهنفتخر بإنجازاتها لكن دون واقع ملموس في حياتنا اليومية ومن غير ما احنا نستفيد بجهودها وبخبراتها وبعلمها؟ ده هيكون موضوعنا النهاردة، هنستنى آرائكم حول هذا الموضوع. تحبوا تقولوا ايه لهؤلاء الطيور المهاجرة؟ تحبوا تقولوا ايه للقائمين على السلطة في مصر؟ وهنستقبل كمان آراء العديد من الخبراء، هنعرف منهم ازاي أجدادنا وأبائنا استفادوا منذ بداية نشأة هذه الدولة، وكيف يمكن ان مصر تستفيد الآن في هذا الوضع الصعب وهذه التحديات الكبيرة بأبنائها العلماء. قبل الفاصل اسمحوا لي أفكركم بأسئلة حلقة النهاردة. ما رأيك في قرار الرئيس السيسي بتشكيل مجلس استشاري يضم كبار علماء وخبراء مصر؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه الخبرات؟ ما تنسوش مستنيين تعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك وكمان على مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة بالنسبة للنهار اليوم، وكمان مستنيين تليفوناتكم من خلال تليفونات الهواء المباشر اللي هتشوفوها على الشاشة. فاصل وهنرجع لكم مرة تانية. عايزه ابتدي افكركم بس بجمله قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يعني احدى الخطب اللي قالها، وقال اتكلم فيها عن الشراكه ما بين السلطه وما بين الشعب. قال ما اقدرش انا او الحكومه من غير الشعب نحل المشاكل ونواجه التحديات. لما دوله في حجم مصر وفي مكانتها التاريخيه تواجه تحديات ومشكلات، اعتقد الحل المتاح هو الاستعانه بكل الطاقات المتاحه الخبيرة لمواجهة هذه الأزمات. احنا في رأيك بصوتك مؤمنين بأن الثروة البشرية من أهم ثروات مصر اللي لم تستغل لسه الاستغلال الأمثل. يعني خيرة الثروة دي هم العلماء والخبراء والمفكرين اللي للأسف لم تتح لهم الدولة في العهود السابقة إن هم يسهموا مساهمات واضحة ومؤثرة علشان ينهضوا بالدولة المصرية. عايز أقول كمان معلومة ممكن تهمكم وتلفت انتباهكم، ان اسرائيل بتنفق على البحث العلمي 4.7% من دخلها القومي، يعني ما يعادل ما تنفقه الدول العربية كلها على البحث العلمي. اسرائيل بتنفق على البحث العلمي ما تنفقه الدول العربية مجتمعة مع بعض. الحقيقة يوم السبت اللي فات اجتمع الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية، اجتمع بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، ده بيضم نخبة من علماء مصر في العديد من التخصصات والمجالات.
المجلس ده المفترض انه يكون معني بمواجهة بقى كل المشاكل والقضايا العالقة، كل المشاكل اللي احنا بنشتكي منها يوميا وبشكل دائم ويئن منها المواطن المصري. طبعا الكهرباء على رأسها، الكهرباء، الازدحام المروري، الميزانية العامة، الوضع الاقتصادي، التحديات المحيطة، كل ما يمكن إن الإنسان المصري اللي بيقيم على هذه البلد يعانيه، دي مشكلات وتحديات مطلوب من هذه النخبة وهذه الصفوة إن هي تعكف على حلها. لازم نستفيد من الدراسات والأبحاث في دفع عجلة التنمية في كل القطاعات. لازم يبقى في إعداد استراتيجيات عشان ننهض بالاقتصاد المصري. لازم نجيب الخبراء، عايزين نحل، هاتوا الخبراء، هاتوا الخبراء تدرس، هاتوا الخبراء تعمل تجارب وأبحاث، هاتوا الخبراء تشوف استراتيجية تنفيذ هذه التجارب والأبحاث على الواقع المصري، هتنفع مش هتنفع، لو مش هتنفع ايه المتاح، ايه اللي ممكن نجيبه، ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللي ممكن نصلحه. ده مهم جدا في بناء الدولة المصرية في الفترة القادمة. طبعا ما ننساش ان احنا نقول ان الاجتماع بتاع المجلس الاستشاري ده حضروا كل من العالم الدكتور احمد زويل، كمان الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور نبيل فؤاد، الدكتور فيكتور رز الله، الدكتورة ميرفت أبو بكر، والاستشاري الهندسي هاني عزر، المهندس هاني النقراشي، المهندس إبراهيم سمك، الدكتور هاني الكاتب، الدكتور محمد البهية عسوي، والدكتور علي الفرماوي، والدكتور محمد غنيم، ورائد الطب النفسي دكتور أحمد عكاشة. يا ترى مين دول؟ دول بيمثلوا نوالي المجلس، تخيلوا، اللي هيضم النخبة المتميزة دي من علماء وخبراء مصر القادرين على تقديم تصور استراتيجي للدولة المصرية في المستقبل بكافة المجالات، بما يضمن تكامل المجالات دي عشان يخدم كل منها الآخر ويوفر احتياجاته، وده على كافة الأصعدة، اقتصاد، اجتماع، كله. فدولت اللي أثروا الواقع المصري والدولي بإبداعاتهم كل في مجاله. معانا الدكتور مجدي الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي، مساء الخير السابق. مساء الخير يا دكتور. دكتور مجدي، ايوه مع حضرتك يا فندم. مساء الخير يا دكتور، تحياتي. نور. دكتور مجدي، اولا عايز اعرف بس رأيك في الاول في قرار تكوين هذا المجلس، وممكن ايه الاقتراحات اللي تقولها لتفعيل هذا القرار بشكل يخدم المواطن المصري والمجتمع المصري وينهض بالدولة المصرية. الحقيقة زي ما حضرتك قلتي في المقدمة دلوقتي ان هو المجلس ده مجلس استشاري وبيعتمد على خبرات المصريين اللي هم ليهم مشهود لهم بالخبرة والبنان على مستوى دول العالم في مجالات مختلفة. وطبعا احنا في المرحلة الجاية بالذات مطلوب ان يكون في عندنا تشارك قوي جدا ما بين المصريين في الخارج والمصريين في الداخل، لان التحديات والمشاكل اللي بتقابل مصر في الوقت الحالي قويه جدا وكبيره جدا، ومحتاجه تكاتف كل الاطراف مع بعضها وتفعيل الدراسات والبحوث اللي تمت قبل كده والخبرات اللي هم قدروا يكتسبوها خلال الفتره اللي فاتت على مستوى العالم. المجلس ده الحقيقه يعني فيه كوكبه كبيره جدا من التخصصات المختلفه، واعتقد هيقدروا ان هم يدلوا بدلوهم بقوه عشان يحلوا المشاكل الكبيره الموجوده قدامنا في مصر، ويقدروا ان هم يحطوا قدام الرئيس الجمهوريه الاستشارات والنصائح اللي ممكن انها تفيده في اتخاذ القرار، لان من اهم المعطيات في الفتره الحاليه هو سرعه وحزم، وايضا ان القرار يكون جريء ويقدر ان هو يحل مشاكل كبيره، وده الحقيقه ان احنا ملاحظينه خلال الفتره اللي فاتت. العلم ليه دور كبير جدا في هذا الموضوع، واتمنى ان هو يكون الاعتماد على مش بس في الاراء الموجوده، لكن يمتد هذا الموضوع الى ان يكون في تفعيل لدور البحث العلمي نفسه من ناحيه المشروعات ومن ناحيه المبحوث اللي تمت قبل كده، ويتم زياده التمويل زي ما حضرتك ذكرت في الاول ان التمويل الموجود عندنا منخفض طبعا، لكن لازم ان هو يتناسب مع طبيعه الظرف اللي احنا بنمر فيه في الوقت الحالي. طيب ذكرت يا دكتور، قلت لازم يبقى فيه تفعيل للبحث العلمي. البحث العلمي ايه المشاكل اللي كان بيعاني منها في السابق؟ اكتر مشاكل بتقابل البحث العلمي دايما هو عدم وجود الاستمراريه في الرؤية السياسية الموجودة، يعني ليه؟ بيحصل تقلبات. كمان ليه؟ فندم؟ ليه؟ لأنه بيجي وزير وراه وزير تاني ممكن يغير الرؤية بتاعته، يغير استراتيجيته الموجودة، نبص نلاقي الاستمرارية اللي حصلت، وبعدين طبعا معروف في الثلاث سنين الأخيرة دول كانت التقلبات كانت قوية،
وأدت إلى مشاكل جامدة جدا. يعني المشاكل يعني دي بعيدا عن الثلاث سنين اللي فاتوا دول اللي احنا عانينا يعني منهم من جميع النواحي، احنا بنتكلم بشكل عام، دايما احنا عندنا مشاكل في البحث العلمي. احنا محتاجين ايه لتفعيل هذا البحث العلمي غير التمويل؟ لازم حضرتك يكون في عدة نقاط مختلفة. النقاط دي، النقاط المطلوبة دي كلها تكون متفاعلة مع بعض في نفس الوقت. بمعنى يا حضرتك ان يكون في استراتيجية واضحة لا تتغير بالاشخاص ولا تتغير بالسنين، وتفضل مستمرة برؤية واضحة وسليمة. التمويل يفضل مستمر ليها، لازم يكون في آلية للمحاسبة، لازم يكون في آلية للتقييم كل شوية بحيث نعرف هل الخطة نفذ منها قد ايه وفاضل منها قد ايه، وتبقى مربوطة بالاحتياجات الفعلية للوطن اللي هو محتاج يكون الكلام ده بيحصل فيه. لو المعاصر دي كلها متوافقة مع بعض، زائد العنصر البشري طبعا المؤهل والجاهد اللي يقدر يقود ويقدر يقوم بالمنظومة نفسها، ساعتها ما يبقاش عندنا أي خلاف إن ممكن البحث العلمي يقوم بدوره ويقدر إن هو يوصل إلى أحسن الدرجات اللي إحنا عايزينها. لكن للأسف دايما بيبقى المنظومة بتشتغل في جزء منها ناقص أو جزء منهم بيبقى في عك، فده بيؤدي لأن العملية ما تبقاش قادرة تمشي بشكل جيد. طيب هو حضرتك كرئيس أكاديمية البحث العلمي السابق، كان في بينك وبين هذه القامات أو أي منها أي تعاون أو تعامل قبل كده ولا ما فيش؟ ما بين مع مين يا فندم؟ ما بين حضرتك أو للي زيك، اللي زي حضرتك يعني، مع هذه القامات أو أحد هذه القامات قبل كده؟ طبعا كلهم. كان في تعامل وتعاون؟ جزء كبير جدا يعني. كان معانا الدكتور زويل، وكان معانا الدكتور مجدي يعقوب، وكان معانا الدكتور هاني عازر، وكان معانا الدكتور النقراشي في الطاقه. يعني الحقيقه منهم انا شخصيا اعرف منهم عدد كبير جدا، لكن جايز في شخصيات منهم ما حصلش شرف ان اتعامل معاهم، لكن غالبيتهم كلهم طبعا تعاملت معاهم الحمد لله، وكان ليهم دور كبير في الفتره، سواء كان في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا اللي كان شغال في الفتره من زمان، او في الحاجات التعامل الفردي لمشروعات معينه كانت بتتم زي الدكتور فاروق الباز وحاجات مختلفه كانت بتتم خلال الفتره اللي فاتت. لكن انا اعتقد ان هو الاختيار كان موفق، وان الكوكبه الموجوده هتقدر انها يعني تفيد جامد جدا بخبراتها في المجال في مصر خلال الفتره الجايه، ونتمنى ان شاء الله ان يكون في يعني يقتحموا كل المشاكل الموجوده ويقدروا ان هم يحلوها بشكل جيد ان شاء الله. طيب ليه يا دكتور كانت يعني مصر بتتهم بان هي كانت طارده للعلماء للمفكرين للمخترعين، ودايما بيذهبوا الى الخارج علشان يكرموا وعلشان يعني يقدروا ان هم يلاقوا بيئه حاضنه لافكارهم ولابداعاتهم، ايه السبب؟ انت حرك بالكمين دلوقتي، انا سبت مصر وبقيت بره مصر حاليا، انا نفسي مثال حي اهو. لكن انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، ان هو المناخ بيبقى طارد ليه؟ لان زي ما قلت حضرتك لما بتكون المنظومه فيها عطل في مكان، يبقى يعني عندك عربيه والعربيه ديت فيها عجله من الاربع عجلات مش شغاله، هل ممكن تمشي العربيه؟ لا يمكن تمشي. فلما بيحصل كده الناس اللي عندها طاقات وعندها خبرات كويسه وعايزه تحطها بتبص تلاقي ان المجال بتاعها مش ماشي كويس، فاضطر انها تمشي. طبعا المناخ اللي بيشتغل فيه العلماء هو من اهم المكونات الرئيسيه اللي تقدر تديكي بحث علمي جيد. المناخ ده بيشتمل على ان هو يكون بياخد دخل كويس، يكون في معامله جيده، يكون كل الامكانيات متوفره. كل الحاجات دي مع بعضها بتخليه يبدع في الاخر، لو في حاجه فيهم ناقصه الابداع بتاعه بيقل وبالتالي بيحبط وممكن يمشي ويروح الى مكان اخر يكون فيه العناصر كلها جاذبه يقدر ان هو يكتسب ويقعد فيها. عشان كده العلماء اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده كلهم المصريين دول وفرت لهم ظروف في الخارج قويه جدا قدروا ان هم ينبغوا فيها ويعملوا والجيل معاه دلوقتي ان هم يدوا لمصر. وعلى الحقيقه كان هم على مدى عمرهم كله في اي وقت عمرهم ما بيتاخروا ان هم يدوا عطاء لمصر ويحاولوا يفيدوا بيها بخبرتهم اللي هم استفادوا بيها على مدار اجيال كبيره جدا. طيب ازاي ممكن للعلماء المصريين الموجودين داخل مصر يتعاونوا مع هذه القامات؟ ازاي ممكن يبقى في تنسيق وتنظيم يؤدي الى نتيجه فاعله وعلى الارض يتم الاستفاده من خلالها بخبراتهم مع خبراتكم؟ ازاي ده الحقيقه بقى دور المفروض يكون دور اللي بتقوم بيه وزاره البحث العلمي واكاديميه البحث العلمي ومؤسسات البحث اللي في مصر، انها تحاول تربط ما بين العلماء اللي في الخارج وعن طريق بقى اليات وعن طريق المشروعات المشتركه وعن طريق تكوين مدارس. كل الاليات دي كلها حاجات موجوده المفروض انها تتنفذ. لكن اللي انا عايز اقول ولفت نظر ليه
انه ان الرئيس مفكر في كل هؤلاء الاشخاص اللي استفاد بيهم وضمهم في المجلس بتاعه، حضرتك هتلاقي كلهم عليهم صفه الغير حكوميه، يعني هم ما هماش بينتموش لحكومه او لوزاره او الحاجة زي كده، عشان يقدر ان هو يفكر بره الصندوق او يقدر يفكر بشكل متفرد فيقدر يوجد حلول احسن. وده يعتبر نوع من الحاجات الكويسه، وكل دول العالم الكبيره فيها هذه النوعيه من المجالس. يعني دايما بيبقى في مجلس علماء كبار لكل دوله بيبقى فيها الرئيس بيستمع لارائهم وافكارهم عشان يقدر يحطها في الاعتبار وهو بياخد القرار السياسي بتاعه. جميل، انا بشكرك جدا دكتور مجدي الشربيني رئيس اكاديميه البحث العلمي سابقا. وقبل ما ابدا في المداخله اللي بعد كده او استقبال الاراء والمقترحات، خلينا نشوف مع بعض معلومات تفصيليه عن ماهيه هذا المجلس الاستشاري لعلماء ولخبراء مصر اللي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي انشاؤه. قد ايه هذه قامات عاليه جدا، قد ايه على اعلى مستوى علمي وفكري، قد ايه اثرت بافكارها وابداعاتها مصر وكمان العالم. يهمنا انه احنا نستفيد منها اكتر ما بيستفيد منها العالم. يلا نشوف مع بعض المعلومات ونرجع مرة تانية. يعني السي في لكل قامة من هذه القامات مشرف بشكل يعني كبير جدا، بيضاهي أي سي في موجود لأي عالم في كل أنحاء العالم. إحنا عندنا مجموعة من الخبرات ومجموعة من العلماء ومجموعة من المبدعين ومجموعة من الخبراء بنضاهي بهم على فكرة كل الخبراء والعلماء الموجودين في العالم، فإحنا بنفخر بيهم، بس إحنا كمان بنتمنى إن إحنا نستفيد بيهم. معنا الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث سابقا. مساء الخير يا دكتور، تحياتي. نوري فندم، اهلا بحضرتك. دكتور هاني، انا شفت لحضرتك تصريح بتقول فيه انه اللجوء طبعا للخبرات العلميه ده هيساعد على خلق رؤيه مستقبليه للدوله ووضع حلول لمشكلاتها المزمنه، والعلماء مفتاح لاي دوله تريد ان هي تتقدم وتلحق بركب الدول المتقدمه في هذا الزمن وتسابق الزمن. احنا دلوقتي في سباق مع الزمن وعندنا مشاكل لا حصر لها في كافة المجالات، ازاي ممكن المجلس ده يقوم بحلول سريعة؟ ازاي ممكن يوفر تكاليف اقل؟ ازاي ممكن يوفر جهد اقل ووقت اقل؟ طبعا هو المجلس زي ما تفضلت وقلت هو بيضم رموز علمية كبيرة، 16 تقريبا شخصية علمية كبيرة كلهم من اساتذتنا الكبار. هو الحقيقة طبعا المسؤولية عليهم اصبحت مسؤولية كبيرة جدا. ليه؟ لأن رئيس الجمهورية واضح إن هو عايز يبني الجمهورية الجديدة على العلم، وبيؤمن بالبحث العلمي. ليه؟ لأنه يرى ويعلم جيدا أن أي دولة ترغب في إحداث تقدم كبير اقتصاديا وزراعيا وصناعيا يبقى لازم بالعلم، زي ما حصل في الهند والصين والكلام ده. المجلس النهارده عليه مهمة كبيرة، أولا يعني لازم يبقى عندنا في مصر استراتيجية للبحث العلمي للعشر سنين اللي جاية، يعني خريطة طريق تبقى موجودة ونبدأ بعد كده يعني نطبقها ونمشي عليها. في رأيي إن المجلس يعني أول خطوة لازم يعملها بعد أول اجتماع إنه يبدأ يكون مجموعة من اللجان. في مجال الزراعة، في مجال الصحة، في مجال الصناعة، في مجال وهكذا.
بتضم ماشي مجموعه من اللجان يا فندم، تقصد انه اعضائها يكونوا مجموعه من العلماء والخبراء أيوة. والمفكرين ايضا، يعني يكون في علماء. قاعده بيانات لدى كل عالم من هؤلاء بالعلماء الاخرين، علشان يتم بقى عمليه تكوين اللجان والربط بينه وبينها الموجودين عندنا داخل مصر. ايوه لازم لخلق آلية من العلماء الموجودين داخل مصر. اه لان احنا عندنا كم من العلماء المصريين المتميزين جدا جوه مصر، لابد ان انا استفيد من الخبرات بتاعتهم. بالظبط. لان هم طبعا المجموعه القيمه الكبيره دي معظمهم الحقيقه عايش بره مصر. فاحنا عايزين بقى نحل المشاكل اللي جوه مصر، فلازم هم يبقوا على اتصال بعلمائنا اللي في الداخل عشان يقدروا يحطوا حلول المشاكل. الحاجه الثانيه حضرتك عندهم مهمه كبيره، مهم ان احنا عايزين بقى نطلع الابحاث العلميه اللي موجوده في الدواريب والارفف والادراج في مراكز بحوث الجامعات ونبدا نطبقها، لان احنا عندنا النهارده ابحاث علميه قيمه جدا قاموا بها الاساتذه المصريين، محتاجه فقط ان هي تخرج للنور وتطبق، هتحل لنا مشاكل الطاقه والزراعه ورغيف الخبز وغيره وغيره. فده دور مهم قوي للمجلس، يعني ده متوقع في الفتره اللي جايه. يعني هو عايزين ننطلق انه يتم ربط هذا المجلس بالمجالس القوميه المتخصصه. وطبعا انا كنت يعني مستغربه انه اساسا في عندنا مجالس قوميه متخصصه فيها 7000 بحث علمي لاعاده بناء الدوله المصريه، فين المجالس دي؟ فين يا دكتور؟ الحاجات دي موجوده والابحاث دي موجوده سواء في المجالس القوميه المتخصصه او في الجامعات او مراكز البحوث، هي محتاجه حد يطلعها للنور. يعني انا اعلم ان المركز القومي للبحوث اللي بكلم حضرتك دلوقتي في كم مشروع يحلوا مشاكل موجوده دلوقتي، يعني احنا مش هنعمل ابحاث تاني، ده احنا عايزين بس نطلعها وتطبق. يعني في مجال الطاقه مثلا، في مجال رغيف الخبز، يعني مشكله رغيف الخبز دي تتحل في شهور بسيطه من خلال مشروع خلص هنطبقه بكره. فاحنا عايزين بقى الكلام ده يطلع، بالاضافه طبعا ان المجلس عنده مهمه اللي هي وضع الدراسات الاستباقيه. يعني ايه دراسات استباقيه حضرتك؟ يعني الدراسات التي تسبق الاحداث، بمعنى ايه؟ بقول ايه؟ انا مصر ممكن تواجه ايه مشاكل في العشر سنين اللي جايه؟ هم بيحطوا الكلام دوت ويحطوا ازاي نعمل الوسائل اللي تمنع حصول هذه المشاكل. بالظبط. وبالتالي انا بستبق المشكله، ما استناش بقى ان الحدث يحصل وبعدين ابدا اتفاعل معاه. فالحقيقه اتمنى يعني ان اللجنه تبدا على طول، يعني في اول اجتماع تنفذ خطواتها، ولكن زي ما اقول لحضرتك لابد ان هي تستعين بخبره العلماء المصريين في الداخل عشان تقدر تنجح باذن الله. طيب الحقيقه انا في مجموعه تعليقات يعني جات لي على وسائل التواصل الاجتماعي مش فاهمين لغايه دلوقتي ماهيه عمل المجلس بشكل واضح، وده مطلوب انه احنا نوضح لهم اكتر من كده. هم عندهم، احنا عندنا عقده بقى في مصر انه ده مستشار يعني مجمد، يعني مش هيقوم بتفعيل حاجه، يعني مش هياخد قرارات، يعني مش هيقدر ان هو يعني اوكي انا برسم لكم خريطه وخلاص يعني وبعد. لا طبعا. فاحنا يعني انت شايف يعني احنا لازم نغير هذا المسمى من خلال توضيح بقى لماهيه عمل المجلس واليه عمله، ان احنا يبقى في استراتيجيه واضحه انه المجلس ده هيقوم بيها، واساسا اللي موجودين في المجلس دي قامات عاليه جدا، مش هينفع ان هم ما يفعلوش اي اقتراحات هيقوموا بيها، مش هينفع ما يقولوش ايه الوسائل المتاحه علشان خاطر تنفذ هذه الافكار. مظبوط. فايه بقى المطلوب علشان الناس تفهم؟ عشان انا معاك، يعني لازم المواطن يفهم ايه، ان رئيس الجمهوريه عايز لما يتخذ قرارات استراتيجيه خاصه في بناء مصر اقتصاديا وصناعيا وزراعيا وصحيا يلجا لاهل العلم قبل ان يتخذ القرار، اللي احنا بنقول ايه، اسالوا اهل الذكر. وده حاجه ايجابيه جدا ان الرئيس بيسال العلماء في هذه النقاط، فده الدور اساسا انه يعني يدي رئيس الجمهوريه فكره وعلمه عشان يقدر يتخذ القرار، فده رقم واحد شيء مهم جدا. الحاجه الثانيه ان العلماء دول بيطرحوا على الرئيس افكار، لانهم كلهم ناس كبار وتخصصات مختلفه. يعني بيقولوا مثلا مشكله الطرق هنحلها بالطريقه الفلانيه،
مشكله الطاقه بالطريقه الفلانيه، فهم بيعرضوا عليه خلاصه خبراتهم واراء العلماء الاخرين وبيدهاله في صوره تقرير. فده بيسهل رئيس الجمهوريه التعامل مع المشاكل. فدور المجلس هنا مش زي بقى المستشارين القانونيين اللي حضرتك بتتكلمي عليهم، لا لا ده موضوع تاني. وكل رؤساء الدول الكبرى يعني امريكا هتلاقي الرئيس اوباما عنده يعني مستشار علمي بيسالوا في حاجات زي كده، والمستشار بيبقى معاه عدد كبير من الاساتذه والعلماء. وده شيء طبيعي. والدليل على كده ان الدكتور احمد زويل نفسه مستشار علمي للرئيس اوباما. بيستعين بيه هناك. وبغيره والدكتور مصطفى السيد، فهم دورهم هنا بيطرحوا الافكار وبيضعوا الحلول. فانا يعني اطمن المشاهد او الجمهور ان ده موضوع مختلف وده حاجه ايجابيه وتنشئ كويس، وتفعيله هيعود على مصر وعلى المواطن في لما يحس ان في مشاكل بدات تتحل، ان في افكار بتطبق، ان ابحاث علميه بتخرج للنور. ده دور المجلس باذن الله. طيب بنطمن الناس كمان، الناس عايزه تعرف ايه المده الزمنيه اللازمه لظهور نتائج هذا المجلس على الارض، يعني ازاي المواطن يحس بيها او يحس بتفعيل اي حاجه، يحس باداء، مش لازم يحس بالنتيجه كامله، طبعا عارفه ان النتائج هتاخد وقت، بس يحس بالاداء. محتاجين برضو يعرفوا كمان المده الزمنيه. طبعا انت حضرتك العلم ملوش زمن، يعني ده هيبقى شيء مستمر. وبعدين المجلس ده ممكن بعد شويه تلاقي في ناس بتخرج وناس بتخش، يعني اضافات جديده عليه، لان حتى في القرار الجمهوري السيد رئيس الجمهوريه من حقه انه يضيف اسماء علماء اخرين طبعا حسب ما يستجد. فانت حضرتك مش حكايه مده زمنيه، هي انت عايزه تقولي العائد يبان بعد قد ايه؟ بعد قد ايه بالظبط؟ انا قصدي كده هيبان بعد قد ايه؟ ده هو في ناس منهم فعلا، يعني المهندس هاني عازر هو دلوقتي اللي حاطط التصميمات والشغل بتاع الانفاق اللي هتعدي تحت محور قناة السويس. يعني هو بدأ ده شيء جميل جدا. طبعا. وهو الدكتور هاني المقراشي اللي هو مسؤول عن الطاقه. الراجل ده شغلته ايه حضرتك؟ ده مسؤول عن مشروع كبير بينقل من المغرب والجزائر الكهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه لكابلات في اوروبا كلها. فده هيستفيد بيه هنا في تطبيق الكلام ده في مصر في محطات الطاقه الشمسيه. فهتبص تلاقي شغلهم ده يعني المردود بتاعه بيبان في خلال الشهور الجايه القريبه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله يكون اللي جاي لينا باذن الله للمصريين كلهم. انا بشكر دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا. هنطلع فاصل وهنرجع لكم فورا علشان ننقل كل تعليقاتكم كل اقتراحاتكم وارائكم حول مشروع علماء وخبراء مصر الذي اصدره او اصدر قرارا بشانه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فاصل. رجعنا لكم مرة تانية في رأيك بصوتك، وحلقة النهاردة بنفكركم للي ما تابعناش من أول الحلقة عن المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر. ده القرار اللي قرره أنبي الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع استراتيجية لمواجهة التحديات اللي بتمر بها بلدنا في كل المجالات، ولا اعتكاف على تنفيذ حلول لها سريعة لأننا في سباق مع الزمن. الحقيقة وصلتنا العديد من الآراء عبر الفيسبوك. أبدأ من عندي ولا من عندكم؟ طيب
خلينا نشوف ميرو بيقول، محمد بيقول قرار السيسي جه في وقته، بدأنا نهضة مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، الكل رأى الإقبال من المصريين، ما بالك عندما بيعطي كل عالم من هؤلاء أو يعطى فرصة لتعليم جيل جديد من مصر، وممكن كمان يعمل لهم برامج تلفزيونية لتثقيف الآباء علشان يكون الحوار بين الأجيال متفاهم ومثقف، بذلك يكون تم تثقيف الشعب ونهوضه من بركة الجهل والهمجية، وهنلاحظ إقبال الآباء ورجال الأعمال لتحسين التعليم بمصر بوجود مثل هؤلاء العلماء. الحقيقة رأي يحترم جدا، وفعلا الحقيقة ممكن رجال الأعمال يتشجعوا إن هم لو في عجز تمويلي لأي فكرة أو أي بحث مفترض ان هو هيحل مشكله سواء اقتصاديه او اجتماعيه، كده هيتشجعوا ان هم لا احنا جاهزين وممكن نساعد. مظبوط. طيب طارق دسوقي بيقول علمائنا الاجلاء بننتظر منكم مساعده مصر للعبور من عنق الزجاجه بفعل المستحيل، انتوا بتشوفوا ترون هذا مصر وشعبها يقولون لكم تحملوا مسؤوليتكم لنهضتها كما فعلتم في بلاد المهجر. ده بيناشد القامات اللي موجوده في هذا المجلس الاستشاري. وبعد كده هدى سلطان بتقول قرار سليم، احنا في عرض واحد فيهم، ان ما كانش دول اللي هيفيدوا مصر دلوقتي امال يبقى مين؟ مظبوط فعلا والله يا هدى. في بناتي كل حياتي بتقول او بيقول قرار سليم كالعاده، ربنا يسدد خطاك يا رئيسنا. وفاء بتقول نخبة من العلماء الأفاضل لابد من الاستفادة من خبرتهم وجمعها لتوحيد الأمة المصرية على كتاب واحد بيجمع كل الطاقات. محمد الزهار بيقول من أعظم العلماء وياريت يظلوا في مصر ونستفيد منهم. وصراحة دكتور مجدي يعقوب عمل مستشفى وده شيء عظيم، مدينة زويل برضو شيء فخري للأمة، ودي بداية تطوير التعليم. لسه أكتر من دول علماء بيظلوا في مصر علشان يعني يقوموا بإثراء مصر. عمرو بيقول حجازي اللهم علي شأن مصر بأبنائها. مصطفى سامي بيقول قرار محترم بس يا ريت نستفيد منهم بجد، مش الأفكار نلاقيها بعد كده على الرف، وده اللي احنا اتكلمنا فيه فعلا يا مصطفى. وعندي اقتراح ان كل عالم عنده فكرة هو اللي هيشرف على تنفيذها في كل حاجة، وأظن انهم عندهم علاقات كويسة لتمويل مشاريعهم وإخراجها للنور. هشام قرشي بيقول قرار حكيم من رجل حكيم، بالنسبة لعلماء الأجلاء لابد انهم يقفوا بجانب بلدهم في هذه المرحلة بجانب الرئيس عشان يعبروا مصر بأمان. نجلاء فتحي بتقول مصر تمرض وإيه؟ لن تموت بإذن ربها، نعم للقرار، تحية لكل علماء مصر ربنا معاهم. علي مصعب بيقول قرار كويس ان الرئيس اختارهم وبالتوفيق وان شاء الله مصر للامام. كمان هقول لكم اهم اللي وصلني او اللي وصلنا يعني عبر صفحتنا. هدى يوسف بتقول بعد ما امريكا والدول الاوروبيه خدت خيرهم يا ريت نلحق ناخد اللي فاضل من خبرتهم الطويله ويبذلوا اقصى ما عندهم لمصر. حسن ادم يا رب يكون خير فكر لمصر. حسن ادم بياكد الصعيد الصعيد الصعيد، يعني محتاج منهم ان هم يهتموا الصعيد. وانا نقلت لك اهو يا حسن لانك يعني كتبت اكتر من كومنت على الموضوع ده. احمد المرشدي بيقول القرار ده من اكثر القرارات حكمة، ودي ده اول رئيس مصري يصدر مثل هذا القرار، المهم عدم وجود وسيط بينهم وبين الرئيس ومناقشة الامور مناقشة مباشرة. ده المادة اللي احنا شايفينها دلوقتي، الفيديو اللي احنا شايفينه على الهوا ده جزء من برنامج اسمه مصر تستطيع، كتير جدا منكم بيشوفوا ومتفاعل معاه. الحقيقة هذا البرنامج بيلقي الضوء على قامات الكبيرة جدا من العلماء والمفكرين والخبراء اللي عاشوا في الخارج وأفادوا العالم وكان ليهم إبداعات يعني انتقلت إلى دول أوروبا ودول العالم. البرنامج ده بيتذاع على النهار اليوم، طبعا كمان البرنامج ده بيوضح وبيجسد إبداعات هؤلاء العلماء وإزاي رحلة كفاحهم كانت وبدايتهم كانت من مصر وبعد كده انتقلوا إلى دول العالم المختلفة. ده طبعا من البرامج اللي احنا كمان بنفخر بيها الحقيقة. وعندنا كمان أمل حسن بتقول لازم نوفر فرص عمل للشباب، بتطلب من يعني هؤلاء العلماء وهؤلاء الخبراء. عندنا بيقول كمان المهم
المهم هؤلاء الخبراء والعلماء وهذه القامات بتخصصاتهم المختلفة يعني يتدخلوا في إدارة المؤسسات التابعة لهم بجانب ما تعلموه من كيفية الارتقاء بمصر. بعدين عندنا بقى عشان ما يزعلوش مروة عادل وأحمد إسماعيل وسعد المصري بيشيدوا إشادة تامة بالقرار وبالرئيس السيسي. شادي بيقول المهم يطوروا منظومة التعليم، دي أول حاجة يبتدوا بيها. طيب الحقيقة طبعا أنا بعتذر للباقي اللي ما قدرتش أن أنا يعني أنقل كل الكومنتات بتاعتهم واقتراحاتهم، لكن هو ده الإطار اللي اتكلموا فيه مشاهدي رأيك بصوتك حول هذا الموضوع إلهام. معايا دلوقتي الأستاذ طارق الشناوي الناقد السينمائي. مساء الخير يا أستاذ طارق. أهلا أنت، مساء الخير أستاذ طارق. يعني أنا عايزة أدخل معاك في جزئية اهتمام الفن والسينما وكل أدوات الفن في إلقاء الضوء على هؤلاء العلماء. اهتمام مش كبير ليه؟ المفروض أن يبقى ليه الفن ليه دور بتعريف الناس بقيمة العلم. يعني إزاي ممكن تشوف هذا التقصير من قبل الفن والسينما؟ يعني ما شفناش من الحاجات البسيطة لابن رشد والدراما عموما او الدراما يعني عموما استاذ طارق. لا طبعا في ندره قوي، يعني احنا تقدم مثلا دكتور مصطفى مشرفه، دكتور محمد مصطفى مشرفه اظن من 3 سنين او حاجه كانت اخرجتها عن عم محمد علي، لكن منذ ذلك الحين فعلا وقبل ذلك الحين ايضا في تخوف ما من تقديم مثل حياه مثلا مشد، حياه مهمه جدا. عندك سميره موسى كانت عالمة ذرة واغتيلت اظن يمكن في سنة 52 بعد قيام الثورة، وتردد اياميها ان هناك ايادي لها علاقة بالاجهزة الامنية العالمية هي اللي كانت مش عايزة مصر يعني تعبر الى الذرة فقتلوها. والمشد نفس الحكاية برضه ترددت نفس الاسباب انه في ايادي خبيثة هي اللي ورا اغتيالهم. فحتى انا بقول لك كده ليه، بقول لك ان حتى حياتهم وظروف اختفائهم دي ماده دراميه طبعًا. يعني ممكن يشتغلوا ماده دراميه ثريه جدا جدا وجذابه اذا اشتغلوا بذمه، اذا الناس فكرت، لكن مع الاسف في استسهال. طبعا في استسهال، هو دي المشكله. طيب ازاي ممكن عرض هذه الامور، يعني اهتمام الدراما بشكل عام بالعلم والعلماء، وحتى لو اتكلموا عن حياه هؤلاء العلماء او حتى لو فيها اي اكشن درامي، ازاي ده ممكن ياثر في شبابنا؟ ازاي ممكن يشجع الاطفال من الصغر على ان هم يكونوا مبتكرين مخترعين يهتموا بالعلم؟ ازاي في وجهه نظرك كناقد سينمائي؟ ده مهم. انا متصور انه مسلسل مثلا زي علي مصطفى مشرفة إذا أتيح له فرص عرض كتير ممكن يربي عند الشباب رغبة إن هو يكون علي مصطفى مشرفة. بالظبط. يعني أنا طبعا في العالم كله في شخصيات شريرة بتقدم، يعني أنا كمان ما بحبش فكرة إن إحنا نقدم فقط شخصيات ناصعة البياض، والحياة فيها سواد كتير. لكن عندما تكون هناك شخصيات مشعة بيضاء زي أم كلثوم مثلا اتعمل لها مسلسل وعلي مصطفى مشرفة، انا بشوف ان ده مهم. سميرة موسى جنب ده لا يلغي ده، يعني مفيش بديلا عن او ان دور الدراما ان تلقي الضوء على الايجابيات. لا لا لا، تقدم كل شخصيات بما فيها ريا وسكينه، بس كمان نعرف ان عندنا شخصيات اخرى. بالظبط. وقد والمشكله ان الناس تعتقد ان الشخصيات الاخرى الايجابيه مفيش في حياتها حالات دراميه، لا في حالات دراميه لو اشتغلوا شويه هيلاقوا. ولا شعراوي حياتها مليئة بالأحداث الدرامية، لو اشتغلنا شوية هنلاقي، وهكذا. اللي هي محررة المرأة كويس، يعني في حاجات كتيرة جدا في حياتها، يعني تقدم عن قاسم أمين كمان، يتقدم عن هدى شعراوي، ليه لأ؟ تمام. يعني انا عايزه اقول انه في دور وطني المفروض يقوم به القائمين على صناعه السينما والدراما، لانه يعني مش كل الدراما والسينما يعني هنقول انها تمشي مع المزاج العام للشباب، لا الشباب كمان محتاجين ان احنا ننهض بمزاجهم العام، مش كده يا استاذ طارق؟ استاذ طارق. طيب احنا بنشكر جدا الناقد السينمائي الاستاذ طارق الشناوي، والحقيقة الكل عليه أدوار لازم يقوم بيها
مش بس هؤلاء القامات من العلماء والمفكرين، علشان كل فرد في كل مجال وفي كل تخصص، حتى احنا لنا دور وطني لازم نقوم به علشان تنهض هذه البلد مرة أخرى وتصبح اسم لامع ومشاع بجانب البلدان المتقدمة والمشعة. وكمان عايزين نهتم جدا بمنظومة التعليم المعقدة والمعرقلة لشبابنا، اللي بتخليهم يوصلوا لمرحلة انه بيبقى داخل كلية العلوم عشان المجموع وبالعافية، لا دي كلية العلوم دي كلية مش سهلة، دي كلية مش بسيطة، ممكن تطلع عالم، ممكن تطلع مخترع. ازاي نخلي مصر بيئة حاضنة وليست طاردة للعلم وللعلماء؟ حلقة بكرة هتكون عن تجارة الأعضاء. نشوف مع بعض الأسئلة. ما السبب في انتشار تجارة وسرقة الأعضاء في مصر؟ إلى أي مدى ترى انتشار الظاهرة في المستشفيات، ويا ترى مين المسؤول؟ كيف تستطيع الدولة منع تجارة الأعضاء؟ ملف هام جدا هنفتحه بكرة إن شاء الله في رأيك بصوتك. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم معانا. أشوفكم غدا إن شاء الله على خير.